يعني احنا لسه ما بدأناش وفي خناق. خلطوا على وشي. اللي حصل؟ السلك مطقم مع الطاقم. حوار جامد والله العظيم. يلا يا زوري. يلا يا باشا. يلا يا باشا. كنت عايز تاخد ايه بقى؟ كنت عايز اخد بريك عشان التكييف والقميص يعني في حاجات كتير. حاسس عايز ابقى مهم. انت كلها بريك. انت اصلا عمرك ما كملت في حاجه لحد الاخر. طب ليه كده يا حبيبه؟ طيب يعني عشان ده اللي حصل. لا والله مكمل اهو. ده بقى لها 3 ايام عماله بتلف. والدليل على كده انا قاعد معاك اهو فانا مكمل. لا كتر الف خيرك، ده كرم اخلاق انا مش قده. اه والله مش عارفين نقعد لحد امتى والله. بس هو البريك عموما انا عاشق للبريك. يعني انا لو قالوا لي تسمي نفسك ايه اقول لهم قالش بريك جدا. يعني من صغري وانا صغير البريك بتاع المدرسه. ما تقفرش هو يعني ايه بقى في علاقه؟ مش عايزه ايه انت تحكي لي قصه حياتك. استنى بس اديني فرصه. استنى بس يعني انت اختي عادي انا ممكن احكي لك عادي وفضفضه. طب ماشي استنى بس. يعني ايه بجد تبقى في علاقه مع واحده والدنيا ماشيه ما بينكم زي السكينه في الحلاوه كده وتيجي فجاه اوت اوف نو وير الو صباح الخير اصلا عايز اخد بريك عادي؟ ايه ملبوس ولا ايه؟ انا لما ابقى متضايق من حد هقول له يا عم انا عايز اخد يعني بريك. انت بقى فتره البريك دي هي مثلا تروح تعرف حد غيرك وانت تروح تعرف حد غيرها؟ لا فتره البريك دي انت بتريحي دماغك كانك قاعده على البحر كده وبتفكري. سؤال هي مثلا في فتره البريك دي ايه ده بس كده؟ هي مثلا وانا اتكلم انت هي مثلا في فتره البريك دي اتعرفت على حد كويس مثلا وانت في الفتره دي سايبها؟ هو احنا واخدين بريك من بعض مش هنسيب بعض. مفيش حاجه اسمها كده يا قلش. ما هو دي المشكله ان انت فاهمه البريك ده خلعان. ايوه طب ما هو خلعان فعلا. المصحف ما خلعان. بريك عادي. الجمله دي كنا بنقولها وبعدين هو عادي. البريك مش هيبقى وقته طويل قوي. هو بريك مثلا 5 شهور 6 شهور سنه. يعني بجد ابقى مرتبطه بحد ويجي يقول لي اصل انا هاخد بريك سنه؟ يا بنتي ما هو انت اصلا انت يعني انت لو متجوزه مخلفه هتسيبي عيالك ومراتك سنه؟ واحده 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 عيالي ومراتي. انت مكبره الموضوع. انت بتخوفيني ليه؟ لا انا هسكت. هو بريك ما تكبريش الموضوع. هو مجرد بريك. تخيلي كده انت عايشه مع بني ادم او بتعاملي مع بني ادم وش في وش كده كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هقول لك حاجه. انت لو ليكي واحده صاحبتك وقررتوا ان انتوا تطلعوا مصيف واول مره تطلعوا مصيف مع بعض اتقفل عليكوا باب مش بيحصل ممكن مشكله ترجعوا من السفريه دي من الصحاب؟ صح ولا مش صح؟ تخيلي بقى ناس عايشه مع بعض 24 ساعه في ال 24 لمده سنين ما بياخدوش بريك من بعض. حبيبي انت عارفه الصحوبيه بتكمل ليه؟ الصحاب بيكملوا ليه؟ يعني الصحاب بيقعدوا 15 20 سنه ليه؟ عشان مش قاعدين في بيت واحد. نعرف قاعدين في واحد والله العظيم ما هيكملوا سنه. فالبريك مهم لازم كل واحد يشوف له سبيس كده. مش معقد خالص ده انا بسيط جدا. سؤال البريك ده يا حبيبي لما مثلا 2 متجوزين مش هقول لك حتى 2 مخطوبين لان دي في بيتها وده في بيته حلو تمام ياخد بريك دي اللي هو يسافر 3 4 ايام مع صحابه يفصل ويرجع ده البريك اللي انا اعرفه. يعني انت عايزاه يكذب عليكي؟ انتوا بتحبوا الناس اللي بتكذب عليكوا؟ يعني هو يعملوا بريك هو بس يا تكذب يا اما تسيبني لمده سنه عشان تبقى واخد بريك. ما انت ده معناه ان هو بياخد بريك بس ما بيقولش انه بريك. طب على فكره ده سبب ادعى ان هو ايه فرق بقى 4 ايام من 3 شهور؟ ما عادي ما خلاص ما دام المبدا موجود خلاص ناخد سنه بريك. يعني ايه تفضل قاعده بقى السنه دي على حطه ايد استاذ قالشي؟ معلش بس الكوبايه بس عشان انتاج والحاجات دي مش بتاعتنا. ريح بس يعني تفضل قاعده بقى سنه على حطه ايد استاذ قالشي لحد ما يرجع من بريك السنه. وهي بقى لو تقدم لها حد لو اتعرفت على حد لا هي المفروض ما تتكلمش وتحشي بقها عشان ما تضغطش على حضرتك. ايوه على فكره الا إيه ايوه والله انا بيتضغط عليا عادي. يعني انا لما بتضايق ببقى عايز ابقى لوحدي. هو احترام الواحد اصلا يبقى لوحده على فكره ده هروب. والله العظيم ما هروب. اقسم بالله ده هروب. ما انت لو اديتيني فرصه انا ممكن اهرب منك. انا همشي والله العظيم ما هينفع. مش عارف اتكلم يا جدعان. الغي رحلتي. هتسيبني تتكلم ولا ما نكملش الحوار ده؟ انا كده المفروض اخاف يعني؟ لا معلش يا حبيبي. هشرب ميه. في حاجات بتمشي في الميه. خلصت الموضوع؟ اه. اقول لك بقى التيتا؟ قولي. انت محتاج تروح تشوف ثيرابيست يا قلشي. على فكره انت عارفه بقى ان في مشكله كبيره قوي احنا بنمر بيها؟ هو اسمه دكتور نفسي. انت عارفه لما بتقوليها ثيرابيست الجلسه بتبقى ب 1000 جنيه. لو قلتيها دكتور نفسي هروح ب 300 جنيه. دكتور نفسي. ما انا مش هروح ادفع 1000 جنيه في جلسه. ده حوار على فكره. طب يا جماعه سلام عليكم. هو انت بتردها لي يعني؟ خلاص بقى اتخنقت. خلاص براحتك. انا اصلا زهقت والله. يلا سلام عليكم.